كريم. بينما خلوني أشارك هذه النقطة لأنه أكو عندنا برنامج آخر وراء هذا البرنامج، برنامج روحي. بينما الرب يسوع المسيح أنه تفضل، أنا أريد أحب الأخوة المسلمين أن يسمعون أوكي الفرق بين هذا وبين ذاك. الرب يسوع المسيح قال سمعتم أنه قيل، يعني موجودة هذه بين اليهود، أنه تحب قريبك وتبغض عدوك. قال وأما أنا، ده يحكي مع منه؟ مع اليهود. يقول وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، مو جيرانكم أو أصدقائكم، وباركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، صلوا من أجلهم. أوكي، لكي شنو؟ شوف كمل الرب يسوع المسيح قال لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه، اسمع هذه، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، وبعد ويمطر على الأبرار والظالمين. شفت أخوي المبارك، شفت ماذا يقول الإنجيل، ماذا يقول المسيح، وماذا يقول محمد أو الشيوخ أو القرآن أو حتى الأحاديث القدسية. فضل أخوي الكريم.